اختي الكريمه ايش رايك بحادثه قصير؟ يعني ايش رايي؟ يعني ايش يعني ايش من عمل ايش بنساوي؟ احنا شعب صامت ان شاء الله. اذا بدخل حزب الله ولا بدخل ايراني ولا ايش من دخل، احنا جيشنا قوي بقوه من الله تعالى. يعني ايش بنساوي؟ ايش رايك بالعبد القادر عبد الجبار العقيدي وعبد القادر الصالح؟ بيض الله وجوههم وكلنا هيك ناس شرفاء ان شاء الله منتصرين. ايش بتقولي لجيش الحر تبع المقرات؟ ما الله يتوجه للجبهات كله، الجيش الحر اللي عندنا بالمقرات يتوجه للجبهات، لانه هلا ما وقت يفركب المقرات.